مرحبا أعزائي المصورين والمصورات المبدعين. اليوم أخذكم في جولة لإحدى المزارع. حقيقة احتجت أني أنا أعمل تغطية، فبدأت بأخذ بعض الأعمال داخل المزرعة، سواء كان داخل أثناء الطبخ في المطبخ وبدون استخدام أي إضاءات صناعية. جربت أصور بالضوء اللي جايني من الشباك فقط، فعجبني دايناميك رينج للكاميرا، أعطاني تفاصيل موجودة في الهايلايت وتفاصيل في الشادو وحتى في الأماكن الداكنة. شيء رائع حقيقة. الكاميرا اللي أنا استخدمتها Z50 لقيت بتساعدني في عملية الفوكسينج، إنه الفوكس سريع جدا، ما أشعرني بأي تعب، إنه كنت أصور سموث ينتقل معاي الفوكس بحركة سريعة وفيري شارب. هذا شيء أثلج صدري حقيقة. فكل مصور فينا يحتاج إلى أدوات هي بتساعده. عندي نبتات الخيار، عملت تغطية سريعة بحركة سريعة، فكان ينتقل معاي الفوكس سريع، يعني ما يحتاج يعطيني كل شوية فوكس وأوت فوكس. جربت في أماكن بين الشجر أني أنا أصور في أماكن فيها انعكاس للضوء، وبعض اللقطات الضوء مباشر وبعضها في الظلال اللي بتكونها عندي الشجر، كان التنقل بينهم سموثلي، شيء رائع. وتجميد الحركة اللي موجودة في الماء وحركته الانسيابية كانت حلوة. دايناميك رينج غريب، يعني أنا جربت مجموعة كاميرات، هذه من أفضل النتائج اللي أنا حصلت عليها في تغطياتي في الفيديو. أتمنى الرحلة اليوم هذه تعجبكم، ولو طلعتوا في أماكن بتشعروا فعلا إنه النتائج حقكم تكون أفضل إذا كان عندكم معدات سليمة.